يا مرحبا عزيزي مولود القوس، وصلنا للشهر التاسع سبتمبر من عام 2024. أنت إذا بترجع بالذاكرة لكل سنواتك الماضية، أكيد في كل سنة بهذا الشهر لابد من أنه في عندك ذكرى معينة عنه. ممكن ما كتير تكون ذكرى إيجابية، لأنه هو شهر الحقيقة تأثيراته الفلكية عليك شديدة، يعني كل العوامل الفلكية، كل مواقع الكواكب ما رح تكون كتير داعمة، فأنت مضطر أنك تضاعف من جهودك لتخلق اعتدال معين أو لتخلق نوع من الاستقرار ممكن تفتقده ببعض الفترات. عوامل الخسوف، ولادة القمر بالعذراء، اكتمال القمر ببرج الحوت تطالك مباشرة وبشكله ضغط كتير كبير عليك الحقيقة، لأنه هن بمربع معك، فبتحس إنه الأجواء بهذا الشهر شوي متقلبة، شوي الظروف الأحداث، ومع تراجع أورانوس أيضا يعني توقع يكون في بعض الانقلابات المفاجئة بالأوضاع، بعض الظروف الغير منتظرة، بعض المفاجآت، وتحديدا بمجالك المهني بدي ركز كتير على العمل، على علاقات العمل، على علاقاتك مع الأشخاص المسؤولين عنك، الأشخاص اللي بتربطك فيهم مصالح، وأيضاً الوضع الصحي يلي ما بيخلو من بعض التقلبات. ممكن يكون هذا الشهر ببعض الأحيان صعب، وممكن يتطلب منك الكثير من الصبر والكثير من الحكمة يلي بتكون أنت مفتقد لها الحقيقة. يعني معروف عنك مولود القوس، أنت من الناس يلي ما بيحبوا لا القيود ولا التوجيهات ولا النصائح، ودائماً عندك تفاؤل بالحياة وأنه دائماً أنت أمورك سليمة، بس بهذا الشهر بده حذر، يعني ما في مجال للمخاطرة بموقع مهني، ما في مجال للمغامرة مع رئيس بالعمل، مع أهل بالبيت مثلاً، يعني لحتى الأجواء ما تكون متشنجة. وإذا كنت مضطر لاتخاذ بعض القرارات فحاول تتريث كتير، وحاول تستشير أصحاب الخبرة وأصحاب الحكمة وأصحاب الاختصاص بالقرارات المهمة أو الإجراءات اللي أنت حابب تاخدها، يعني لا تكون مندفع ولا تكون متهور. وعموماً الكوكب اللي رح يريحك فعلاً بهذا الشهر هو كوكب المريخ، لأنه كان متواجد ببرج الجوزاء بالمواجهة معك، يمكن خلق لك إشكالات مواجهات كثيرة بالفترة الماضية مع كوكب المشتري المتواجد بنفس الموقع، ولكن هلأ رح يغادر ورح يروح لبرج السرطان، يعني ما بقى يواجهك، بالعكس يعني بيخفف عنك الضغط بشكل ملحوظ، إلا أنه ما بيأثر كثير على القرارات الاندفاعية. يعني ممكن مولود القوس تحسم بهذا الشهر علاقة ارتباط رسمية بحياتك، أو ممكن إذا كنت عم بتناقش مسائل مالية مع أطراف أخرى ممكن تخلق بعض الخلافات، سواء مع أخوة، سواء مع أخوات، سواء مع جهات، سواء بشراكاتك المالية، سواء مع زوج أو مع شريك مثلاً. حط ببالك هذا الأمر، المريخ يثير نقاشات مالية ولكن يتخلل بعض الخلافات نتيجة العصبية أو نتيجة عدم الوصول لحلول مرضية أو قواسم مشتركة بينك وبينهم، فخليك منتبه حتى مع العائلة. شمس العذراء وعطارد بالعذراء، يعني هذا الكلام يوحي بحالة من التنافس الشديد بالعمل، فما بستغرب أنه تواجه بهذا الشهر أشخاص يعلنوا عداء معين تجاهك، أو ممكن يكونوا مناورين، أو يكون في بينك وبينهم نوع من المنافسة الشرسة شوي، أو ربما يكونوا مغرضين أو منافقين. يعني في تعقيدات بدك تحاول تتحايل عليها بكثير من الحكمة، وفي مفاجآت بدك تحاول تعتمد مع الهدوء، تكسب الوقت، يعني هاي فترة لكسب الوقت. هلأ من الأفضل إذا ما كنت حاضر أو ما كنت جاهز، من الأفضل إنه ما تعرض حالك لمواقف حرجة أو ما تورط نفسك بمسائل تعجز عن حلها لاحقا. لهيك فعلاً بقول لك ابتعد شوي عن الضوء إذا ما كانت أمورك واضحة وحججك قوية وبراهينك
الثبت، فقط كوكب الزهرة، كوكب الحب الموجود ببرج الميزان بيعمل لك بعض التعويضات في هالأجواء الضاغطة، وبيحقق لك أو بيخليك تحظى وتنال دعم ومساعدات من أشخاص بيحبوك، بيتعاطفوا معك، بيتعاطفوا مع قضاياك، بيوقفوا معك الحقيقة، سواء كانوا أصدقاء أو حتى مقربين. هذا الكوكب بيرطب لك الأجواء الحقيقة، وبيخليك تحول روابطك أو بعض الصلات والروابط يلي أزعجتك بالماضي لحالة أفضل وأكثر إيجابية. يعني ممكن يكون في مصالحات، يمكن يكون في تعزيز لبعض الصداقات، يعني الحالة المستفزة اللي أنت فيها من جراء تفاصيل العمل، المسؤوليات الضاغطة، بترتاح بالصداقات الداعمة حواليك وبتطرد لك الوحدة من حياتك. على صعيدك الشخصي ممكن كتير تتعرف على أشخاص يعني قادرين على حماية قلبك الحقيقة بهذا الشهر وتغذية روحك، لو ما كانت علاقة عاطفية، يعني لو كانت علاقة شخصية، لو كانت علاقة مع صديق أو مع شخص مقرب، فكتير بتحس بهذا الاكتفاء بظل هالمتاعب العملية الكتيرة. نصيحتي لإلك عزيزي مولود القوس بهذا الشهر إنك تبتعد عن أي نوع من أنواع المواجهات، وما تدخل منافسات شرسة، وتنتبه لصحتك ولا سلامتك، وقد ما فيك تساير ساير، ولا تقبل بنفس الوقت بشروط ما بتلائمك، لأنه حتسبب لك متاعب فيما بعد. وهالتغييرات الطارئة يلي ممكن تصير حاول أنه تعالجها بهدوء، ولا تسمح لأي التباس أنه يتفاقم. كون واضح، هادئ، معتدل، متوازن، بظن هيك بتقدر تسيطر أكثر على أمورك. بتاريخ 23 الضغط رح يخف عنك، ورح تغادر الشمس هذا الموقع، ورح يلحق عطارد المزعج ببرج العذراء ويروح لبرج الميزان. يعني آخر 10 أيام بهذا الشهر أنا بشوفهم أفضل بكتير بالنسبة لإلك، وبتبلش يعني الانفراجات أو بعض الحلحلة أو محاولات لإيجاد بعض الحلول بدعم من الناس يلي حواليك. في عنا طبعاً ولادة قمر ببرج العذراء تعنيك بشكل كتير مباشر، وهي العلاقة بوضع مهني بحياتك. ممكن فكرة، ممكن قرار يتخذ بهذا الوقت، ممكن تغيير أنت مقبل عليه. وفي عنا أيضاً خسوف للقمر، وأيضاً اكتمال القمر ببرج الحوت. هذا الوضع بخص أمر عائلي بحياتك، بتضع عليه لمساتك الأخيرة.